السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم عن المنثور أو المنثور الرمادي. ليش سموه بالمنثور الرمادي؟ لأنه هذا النبات سبحان الله من يكبر أوراقه، يعني شوفوها حتى شبيهة بأوراق الزيتون، يتغير لونها من اللون الأخضر الفاقع الجميل، يعني يكون خفيف، إلى لون مثل رمادي، يعني الورقة الخضراء يكون على شكل أخضر رمادي. على مد هذا يسموه اللون، يسموه الورد المنثور الرمادي. هذا الورد الجميل، يعني ما أعرف شو أقول لكم على الريحة، أنا قاعدة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عطره يخبل، وخاصة من يصير دنيا المغرب وبعد المغرب يزداد العطر مالته. نبات جميل، سهل الزراعة، سهل الرعاية، يزرع في الأماكن يعني المشمسة، في يعني خلينا نقول ذات جو ربيع، من يعني يزهر بالربيع، فتزرعه في الأماكن المشمسة حتى تحصل على شنو، على هاي الأزهار الجميلة. شوفوا هذا اللون الوردي، وهذا الأحمر، هذا البنفسجي، شوفوا الجمال، وهذا اللون الأبيض وما زال أيضا يزهر، وهذا الأحمر، شوفوا الجمال الأبيض، يعني بعدة ألوان حتى تحصلون على هذا الأزهار الكثيف، حتى تحصلون على هذا الأزهار الكثيف من نبات المنثور الرمادي لازم نزرعه مكان معرض لأشعة الشمس، يعني الموقع ماله يكون تجي شمس الصباح، لكنه من يصير الدنيا كلش حارة لازم تعرفون ان هذا الموقع راح يكون مظلل بالاشجار، يعني مثلا تحت الاشجار، هسه انا زرعته تحت الرارنج، او تغطون الحديقة او المكان المزروع به تغطوه بهذا القماش الاخضر الخفيف مال الحدائق حتى لا تحترق الزهور. طبعا هذا النبات الجميل ما احكي لكم عنه وانا فرحانة، لان شنو الريحة مالته ما شاء الله كلش حلوة. تزرعوه في الخريف، تزرعوه من البذور في الخريف، او تجيبون فشتله من المشتل، وهاي الشتله هي راح تطلع بعد الازهار، بعد ما تسقط الازهار راح تطلع قرون تشبه قرون اللوبيا الصغيره، وتجف، طبعا الا تجف شرط انها الا تجف مكانها، فتاخذون هاي القرون تزرعوها في اماكن في مكان اخر او في سنادين، يعني انتم حرين زين عيني، او تتركوها تسقط يعني مكانها تطق وتتكاثر بنفس مكانها، وهاي المكان كله راح ينترس كله من هذا الورد الجميل العطر اللي هو المنثور الرمادي. خلي نقول اذا زرعناه من البذور نزرعه في وقت الخريف، ويبدي ينبت طوال فترة الشتاء نراعيه، وبعدين راح نحصل على الزهور في فصل الربيع، شوفوا لحد نهاية الصيف يخلص الازهار مالته، يعني ويا ما يجي البرد راح يخلص الازهار مالته، ف راح نكون يعني هذا الموسم كله مات الربيع هو نبات معمر، يعني اذا حافظنا عليه وراعيناه راح نحصل على هاي الزهور العطر الجميله تملا الحديقه، وهو بصراحه العطر مالها يقوى ويكون اجمل ويترس كل الحديقه من المغرب وبعد المغرب. نحكي على السقي، نبات المنثور يحب السقي، فأنتوا دائما تختبرون التربة يعني بأصبعكم، انه من يبدي يجف 5 سنتيمترات تسقونه، لكن مو سقي غزير، يعني حسب يعني تنظمون الرأي. انا عندي مثلا هاي التسقي واسقي للنبات، من افحص التربة من اشوفها شوية جفت اسقي، يعني ما اخليه يعطش، لان دائما اخذوها قاعدة النبات المزر ايضا يحب المي، يعني يحتاج للمي. قلنا انه مكان مشمس شمس الصباح، السقي تنظمونه تقريبا كل يومين الى 3 أيام أو 4 أيام تسقونه بعد ما تفحصون التربة. السماد يحب السماد، كل شهر طو دفعة من سماد 20 MBK زين عيني، وهذا الشتاء اللي فات احنا سمدناه بسماد الحيواني، زين سمدناه بالسماد الحيواني حتى نطي دفعة من السماد، يعني ممتازة حتى يزرعنا بهذا الشكل الجميل الشفون. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده على هذا الجمال. شوف اللون البنفسجي، روعة روعة، هذا كله القرنفل الرمادي. وهذا كل ما عدنا عن لون، عن زهور، عفوا اقول القرنفل دائما اخطا، لان والله عطر يشبه عطر القرنفل، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. زهور المنثور الرمادي،
فمثل ما قلت لكم يزرع بالخريف، تحصلون على الأزهار من بداية الربيع لحد نهاية فصل الصيف، يتكاثر بالبذور، يتكاثر بالشتلة، شتلة إذا جبتوها من المشتل، وبالبذور إذا أنتوا حصلتوا على بذورها تزرعوها بالخريف تحصلون عليها بالربيع لحد نهاية الصيف. تسميد كل شهر مرة عشرينات، وسقي عند الحاجة وشمس الصباح، واستمتعوا بهاي الشكل وهذا العطر. يعني والله أوصيكم أوصيكم أن تزرعون المنثور الرمادي. أكو نوع آخر يزهر بالشتاء اسمه المنثور، يكون صغير وأوراقه يعني يكون حجمه أصغر، لكن هذا لا ما شاء الله يصل ارتفاعه إلى 60 أو 70 سنتيمتر، يعني يكون شماريخ. شوفوا والزهرة هاي الشماريخ آخر يعني تحمل فوقها. وهذا كل ما عندنا عن زهور المنثور الرمادي الجميلة. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. ادعموني على قناتي، قناتي على اليوتيوب قناة فلفل وقرنفل. أرجوكم أدعو أنه دائما تدعموني وتشاركون الفيديوهات حتى يستفاد منها أكبر عدد، ولا شفتوا قناتي تستحق. أرجو أن تشاركون فيديوهاتي وتدعموني وتشاركوها مع ناس آخرين. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم ورمضان كريم عليكم.